السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا اليوم من المطبخ الهندي رز بحليب جوز الهند. لدي 3 أكواب رز بسمتي. هنا لدي حليب جوز الهند، حبة جوز الهند طازجة. نقوم بتنظيفها وطحنها مع الماء حوالي 2.5 كوب من الماء إلى 3 أكواب. ويمكنكم استخدام الجاهز، يعني تقريبا 1.5 كوب، واخلطوه مع الماء. استخدموا حليب جوز الهند بدون سكر لان هناك نوع يكون فيه سكر. نحتاج الى جزر كما ترون، حوالي 1 كوب جزر، حوالي 1 كوب بازلاء، وزبدة هنا حوالي 25 غرام من الزبدة، ولدي بهارة غير مطحونة، ورق غار، فلفل أسود، حبات هيل، عود إلى عودين حجم صغير، قرفة، حبات من الهيل. ونحتاج طبعا إلى في طنجرة نضع حوالي 2 ملاعق كبيرة زيت حتى لا تحترق الزبدة. نضع الزبدة، نتركه حتى تذوب، وسوف أضيف البهارات. نحرك البهارات حتى تأخذ لون ذهبي، ونشم رائحة البهارات الجميلة. بعدها سوف أضيف الجزر. الآن سوف أضيف الجزر وأحرك تقريبا 3 إلى 4 دقائق. بعد مرور 3 دقائق أضيف البازلاء وأحرك تقريبا 2 دقائق. بعد مرور دقيقتين أضيف حليب جوز الهند، وسوف أتركه حتى يبدأ في الغليان. طبعا نضيف المزيد من الماء، الماء الكافي لطبخ الرز. هنا أنا ضفت بعد الماء، سوف أضيف الملح، الملح الكافي للرز، وسوف أتركه حتى يغلي. في هذه الأثناء قوموا بنقع الرز، يجب أن ينقع الرز تقريبا 20 دقيقة. سوف أتركه بعد أن بدأ في الغليان، سوف أضيف الرز. الماء يجب يكون بارتفاع 1.5 سنتي عن الرز. سوف أتركه على نار مرتفعة حتى يمتص كامل كمية حليب جوز الهند. بعدها سوف أقوم بتخفيف النار، يجب أن تكون خفيفة جدا. كما ترون امتص الرز الماء. سوف أضع ورق ألومنيوم وأقوم بإغلاقه. هذه النار خفيفة جدا، وهذا هو الجدر. نتركه 20 دقيقة ويكون جاهز. وهذا هو رز بجوز الهند، حليب جوز الهند. هنا أنا قدمته مع وصفة الباذنجان. تجدون طرق عديدة لوصفة الباذنجان، طرق لذيذة جدا. أتمنى أن تجربوه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم. مع السلامة.